حجي محمود العبيدي واولاده في مدينه الصدر قرب مكتب السيد قطاع 13 احلى دوشمه للسيارات. كل الشكر والتقدير له وعلى خصم سوانا ودوشمه واحد عراق، اذا مو الشرق الاوسط اذا مو عالميا. احلى رماش الملك الجمسي والتاهو واللكسس والسيارات الفارهه. انا ما اقول راح العمل يتكلم، انتشروا انتشر باوع 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 عزيز المباوع. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشغل هو يحكي السيارة كلها ايش شد قلوا باوع باوع يا بي. شغل حجي محمود مو مال السنك طقع طي السيراج. ادعم منتوجك الوطني حجي محمود العراقي واحلى رماش. حي الله عبيد.